ازيك يا نن عيني؟ انت ايه اللي جابك؟ صح، يعني بعد اللي انت عملته ده ما كانش ينفع اجي، بس ما هو برضو الزن على الودان امر من السحر، وبعد كل اللي قاله لك عني كان لازم تعمل كده. وبعدين في حاجة لازم تعرفها وجيت اقولها لك. عبد الله بن حسن مات، وحسن وريتال فاكرين ان زينب هي اللي قتلته. جنيت يا ولية انت، زينب مستحيل تعمل كده. ما انا عارفه، انا متاكده، بس اصل زينب لما اختفت من البلد شككتهم. انا بصراحه بقى قلت لازم اجي اقول لك، الواد صعبان عليا والبت غلبانه، وانت كمان ده انت ابن الحبيب الغالي، عشان كده قلت اجي افطمك. عاوز ايه يا واد؟ مساء الفل يا ملك، بس كان في ضيف قصدني ان انا اجيبه لحد عندك. يعني عادل باشا كان في مشكله بس وعايزني اجيبه لحد هنا، وانا حسيت ان الموضوع فيه حياه او موت. يعني هو انا هفضل واقف كده كتير ولا ايه؟ لا يا باشا، ازاي ما تقولش كده، ده الباشا ابو الكرم والواجب. اتفضل يا باشا اتفضل. خليك بره. وماله يا باشا؟ حاضر من عينيا. عادل باشا عبال ما تقعد مع بدري بيه اكون انا خدت العربيه شاور معتبر. بالاذن يا باشا. اتفضل عادل باشا، اعملي شاي نعيمه. عينيا. عينيا للباشا. تشرب شاي فتله ولا كشري؟ كشري. طب تحبه بحبهان ولا بقرنفل؟ حكم، اصل الشاي ده مش ميه سخنه ونقلبها وخلاص، الشاي ده مزاج. كل اللي تعمليه بايدك اكيد هيبقى حلو. نور عادل باشا، اعمل الشاي يا امال. تحت امرك. انا مش عايزك انت اللي تبقى تحت امري يا بدري، انا عايز البلد كلها تبقى تحت امري. لا بقى، انا عاوز افهم كل حاجه. الكلام اللي قاله الجدع ده كلام كبير قوي، محتاج عدل الدماغ. وماله، اعدل لك دماغك، اجيب لك شاي تاني. حكايه لفه لفه كبيره، والظاهر ان الدنيا كلها هتبقى في يد عادل. ها؟ طب وحسن؟ هو ونصيبه بقى. لا فهمني بقى. هنفهم لما نروح الميعاد بتاع بكره. اصل عادل ده قال كام كلمه كده في النص بس مقصودين. اللي هم ايه؟ يعني الدنيا فلتانة والبلد عاوزة اللي يحكمها صح، من الآخر مش عاجبه اللي بيحصل. يعني عادل ده حاجة مهمة قوي. عادل؟ عادل ده في يده الخيط كله، وهيلعبهم كلهم على واحدة ونص.